من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، والخدمة الصباحية متواصلة معكم إلى غاية الساعة 10 صباحا بمختلف فقراتنا ومختلف مواضيعنا أيضا اللي نتكلموا عليها في هذه الصباحة، وضيوفنا أيضا راح يكونوا حاضرين معنا. ارتفاع نستناه في درجة الحرارة في بعض المناطق الداخلية للوطن والمناطق الجنوبية أيضا للوطن، ونوصيكم بشرب كميات كبيرة من المياه وتجنب أيضا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة ما بين الساعة 10 صباحا وساعة أيضا 4 مساء. نتكلم اليوم أيضا على آخر التحضيرات والرتوشات للاحتفال بالذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب. التلفزيون الجزائري راح يكون حاضر معكم في هذه الاحتفالات الرسمية والشعبية المنتظرة والمرتقبة غدا بحول الله. الحديث راح يكون هذه المرة عن موضوع آخر، نروحوا للثقافة وللسينما، والحديث عن ثقافة السينما عند الأطفال. تعتبر السينما من وسائل التعبير الفني وأكثرها تأثيراً وفعالية لا سيما عند الأطفال، حيث أنها من الوسائل الإعلامية التي يمكنها أن تقدم للأطفال خدمات كثيرة. للصورة المتحركة تأثيرها المميز ووقعها أكثر نفعاً من الكلمة المكتوبة أو المسموعة. جديد ديوان هذه المرة يتمثل في سينما الأطفال سينيكيت، والهدف من هذه المبادرة ومن هذا البرنامج هو ترسيخ ثقافة السينما لدى الأطفال. هذه كشيء أول، أطفالنا ما يعرفوش السينما، ما يعرفوش السينما، يعني يحضروا معنا مسرحيات أو عدة برامج أخرى، لكن السينما هذا لأول مرة راح يكون برنامج سينما، وكان عدة أفلام أخرى كما اليوم عرض الفيلم بيج فود، كان عدة أفلام أخرى إن شاء الله خاصة بالأطفال راح تعرض بقاعة الموقر وكافة قاعات الديوان الوطني للثقافة والإعلام. Je suis venu voir Big Foot. Mon film préféré. جيت باش نشوف الفيلم تاع Big Foot. لا ما نعرفوش. وعلاش خيرت هذا الفيلم؟ على خاطرش هذا الديزا تاعو تاع لي زونفون. أنا موالفة نروح للسينما. تحبي السينما ولا لا؟ جام سينما. موالفة نشوف تاع الثلج، موالفة نشوف تاع الخوف. وميكيات تاع الضحك. إن شاء الله رحت سي لا بخومييغ فوا نجي لهنا. كما أن مشاهدة الأفلام السينمائية تعطي الأطفال خبرات تمتاز بقدرتها على إثارة الحماس وجذب الانتباه. حاجة نشيطة، حاجة تفرح الدراري، زيد لهم في الحوية، يعني زيد لهم أنا ديجا دابيت تنجيب الفونغودي كا، إذا هذا لا بخومييغ فوا اللي جيت نشوف فيلم، عجبهم هما ماتوا بالضحك يعني. الأفلام هذه يعني ذات نوعية جيدة جدا، وكانت هادفة، يعني مش الأفلام ذات الرداءة، وإنما الأفلام ذات نوعية جيدة جدا. جد الطفل هو يعني يكون عنده صورة واقعية عن السينما، ويكون عنده الاحتكاك الكامل للصورة السينمائية، ويعني سورتو يعني الحركات والصوت يعني ماهوش مثل المنزل أو أفلام يعني تكون بسيطة، دونك باش يكون أكبر إحساس بالصورة وأكبر إحساس فني. تعمل السينما على تزويد الأطفال بالفرص التثقيفية مع مراعاة ما يقدم لهم من أفلام ورسوم متحركة وأشرطة تثقيفية وتربوية. عجبني فيه كي أنقذ والده. من بابا كان موس بصح كان يتعاونوا، مش على بالو بلي مش كان عنده بزاف خطوط رامي شافوه، هكا المهم كان على بالو بلي زاد موس بصح عاونوا. استفدنا منه بلي واحد جميل هنا ينحي الثقة من نفسه ويكمل حتى
ضربتها حتى ولا عنده حسن والده وما قدرش يخلي باباه ما لقاني واش داروا فيه كامل وقتلوه هكاك وعاودها. عجبني الولد كي تعلم واش تعلم من بابا المغامره اللي دارها الطفل والشجاعه وسختو الاب كيفاش كان يحافظ على اسرته. هذاك الولد ما حبش يخلي باباه لاخاطش كان يحبه بزاف وما قدرش كيما كي كتبت عليه. كي تلاقى باباه كان فرحان مع الاول ما امنش وبعد هذيك فرح كي عرف بلي باباه قال له خلاص انا نحب نعيش معاك اروح معنا الدار قال له ما نقدرش. يعني فهمت بلي حسن الوالده. اوكي سي تو فيان با افيك موا تبقى السينما وسيلة إعلامية تخاطب حواس الأطفال في جو من الإثارة والتشويق، تمكنهم من إدراك الحقائق واستيعابها من خلال الأفلام بمختلف أنواعها. لا تزال مقدمه من طرف الديوان الوطني للثقافه والاعلام وحاضره معكم مشاهدينا الكرام. ايضا نتكلموا ديما على كل ما عنده علاقه بالديوان مع ضيفتنا في هذه الصبيحه والممثله عن ديوان الشيخ بوبكر ربيعه. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير الاخ يوسف، صباح الخير لكل مشاهدينا عبر شاشه التلفزيون الجزائري، صباحكم مبارك. طبعا الحديث عن برنامج الديوان الوطني للثقافه والاعلام، برنامج كبير في هذا الصيفه كالعاده كما كل صيفه، ولكن قبل الحديث عن البرنامج الصيفي نتكلموا عن التحضيرات للاحتفال بالذكرى 56 لعيد الاستقلال والشباب. اكيد ان الديوان الوطني للثقافه والاعلام نظم برنامج جد ثري وجد مميز عبر عده ولايات من الوطن، بكل من الجزائر العاصمه قسنطينه وبوهران واكيد ببجايه وتيبازا. اذا بمناسبه اكيد ان الذكرى المخلده ل 56 لعيد الاستقلال والشباب، برنامج جد ثري بدايه من اليوم 4 جويليا. اذا اولا بالجزائر العاصمه راح يكون معنا المع نجوم الاغنيه الجزائريه على اختلاف الطبوع والاطياف. اذا مسرح الهواء الكازيف، مسرح الهواء الطلق هو كذلك اللي راهو راح يعرف يفتح ابوابه اليوم للجمهور الجزائري، خاصه ونحن تزامنا مع العطله الصيفيه. هكذا جمهورنا راح يكون يستمتع معنا حاضر بمسرح الكازيف ابتداء من اليوم على الساعه 9 ليلا وتزامنا وعيدي الاستقلال والشباب. راح يكون معنا المع نجوم الاغنيه الجزائريه، منها راح يكون معنا كادير الجابوني، وانه البارح يعني اطلق البومه الجديد. نعم. الحلم راح يكون يعني راح يدير صدوره اليوم الالبوم. هكذا كنوجه دعوه لكل شبابنا انهم يكونوا حاضرين معنا. سهيله بلشه هي كذلك اجرى ديو غرطه او الاسم الفني يوبا راح يكون حاضر معنا. ولا ننسى انه بقاعه الديوان الوطني للثقافة والإعلام قاعة أحمد باي بقسنطينة هي كذلك راح تعرف جملة من الفنانين الجزائريين، على غرار شاب وحيد، ندى الريحان، شاب خلاص، يعني طابع متنوع بين صيفي عاصمي. إذا كذلك لا ننسى المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شن، وهو كذلك بداية من 9 ليلا يوم 4 والـ5، وبرنامجنا أنه متواصل يعني طيلة صيف الجزائر. راح يكون بكل مرافق الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وأكيد أنه بمساهمة التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يعني نوجه دعوة لجمهورنا أنه يكون حاضر معنا بكل مرافق الديوان وبكل الولايات. يعني نذكروا باللي 8 قاعة 8 ماي خراطة هي كذلك اللي راح تعرف يعني الاحتفاء بالذكرى 56، الذكرى المخلدة لعيد الاستقلال والشباب، بداية من الساعة 6 مساء. إذا بداية من اليوم كل مرافق الديوان الاحتفاء بكل مرافقنا، يعني نوجه دعواتكم. طبعا الحديث عن البرنامج تاع الديوان الوطني للثقافة والإعلام ما يكونش فقط الحديث عن البرنامج تاع الاحتفال بالذكرى 56 لعيد الاستقلال والشباب اللي توافق مع 5 جويليا، البرنامج أيضا يكون متواصل في فصل الصيف مع عدة مواعيد فنية، وما نتكلموش فقط على المواعيد الفنية، عن المواعيد تاع الديوان بصفة عامة. أكيد ننوه أنه مكتبة الديوان الوطني للثقافة والإعلام هي كذلك
بكل من دار الأنيس بعين البنيان ومكتبة الحمامات، هي كذلك اللي راهي أبوابها مفتوحة حتى إلى الساعة 12 ليلا. يعني هكذاك الناس اللي يقدروا المكتبات ليس يعني الكتب فقط، فضاء خاص بالمطالعة وأكيد أنه فضاء خاص بالإعلام الآلي اللي فتحنا دورة لتسجيل الأطفال بطلب من الأولياء أنهم حبوا يكونوا أولادهم يعني في فترة الصيف أنهم يتوجهوا إلى مكتباتنا. إذا هكذا يعرفوا بلي جمهورنا أنه مكتباتنا مفتوحة طيلة الصائفة. ولا ننسى أنه نذكر جمهورنا العزيز أنه الديوان الوطني للثقافة والإعلام راح ينظم العرض العالمي أندر ووتر بابل أو ما يعرف بالفقاعات تحت الماء. هذا العرض العالمي ذات مشاركة عالمية راح يكون حاضر معنا بداية من 19 جويلية إلى غاية 29 جويلية بكل من ولايتي وهران وقسنطينة. وهران على مستوى قاعة الميريديان، فندق الميريديان، وبقاعة أحمد باي قاعة العروض الكبرى، هي كذلك راح يكون العرض من 27 إلى 29 جويلية. فقاعة ساحرة راح تأخذ الجمهور في لوحات مبهرة بمشاركة يعني دولية واسعة من كل من كندا أمريكا، يعني كلهم فنانين محترفين حين يقدموا ألعاب خفة، حين يقدموا عرض للفقاعات بألوان يعني جد جد مبهرة. هكذاك يعني أطفالنا وحتى يعني جمهورنا أنه يكون حاضر معنا بداية من الساعة 9 ليلا. نوجه دعوة لجمهورنا أنه يكون حاضر معنا. شكرا لك ربيعة، نتمنى لكم كل التوفيق لك ولكل افراد الديوان. قبل ما نختموا اكيد لازم نتكلموا على مختلف العروض اللي تكون في فصل الصيف، العروض الفنيه، العروض الموسيقيه، ربما ابرز التواريخ اللي نقدروا نمدوها ولا ابرز المواعيد اللي نقدروا نمدوها ايضا بالنسبه للمشاهد الكريم فيما يخص العروض اللي حيقدمها الديوان، العروض خاصه الفنيه والموسيقيه، قبل ما نربطوا ونتكلموا على السينما ايضا. أكيد إذا جمهورنا يعني راح يكون المواعيد الديوان الوطني للثقافة والإعلام بكل مرافقنا عبر عدة الولايات اللي هي الجزائر العاصمة وخاصة في مسرح الهواء الطلق الكازيف بداية من الساعة 9 ليلا، وولايتنا الأخرى بكل من قسنطينة وهران وبجاية وبتيبازا، مواعيد فنية بامتياز تزامنا والصائفة وصيف الجزائر، يعني برنامج راح يتواصل طيلة الصائفة. هكذاك راح يكون يعني جمهورنا يتمتع بكل برامج الديوان الوطني الثقافي والاعلام. ونذكر انه لكل جمهورنا الوفي انه تقدروا يعني تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل من الفيسبوك اونسي الجيري، على صفحتنا على اليوتيوب راح يكون يعني onc.dz، على تويتر والانستغرام اونسي اوفيسيال. هكذاك اللي يعرفوا يعني البرنامج التفصيلي بكل محتوياته، ونرحب نرحبوا بهم كاملين. يعني ابواب الديوان الوطني الثقافي والاعلام دائما مفتوحه لجمهور الجزائر. اكيد تكلمت على نقطه مهمه هي الحضور تاع الديوان على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، نقطه مهمه لازم نتكلموا عليها ايضا في تصبيحه ربيعه، لانه نعرفوا الان انه الشباب لي جون حتى العائلات ولو كامل يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك باش نلقى لي بونز ادريس ولا باش نلقى ايضا الوجهه المفضله تاعي انا والعائله. الديوان حاضر في ايضا تقديم كامل المعلومات عبر مختلف المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي ريزو سوسيو ولا حتى ايضا الموقع تاعو. أكيد أنه خاصة على صفحتنا على الفيسبوك يعني يلقوا البرنامج المفصل، حتى يعني يدخلوا على الإيفالمون يلقوا كل يعني حتى يعني الملصقات الإشهارية تواريخ كلها. يعني ولا ننسى نذكر أنه برنامج السينما اللي راهو راح يتواصل طيلة الصيفة بكل قاعاتنا، سواء قاعة المجار الجزائر الوسطى، قاعة الأطلس باب الوادي هي كذلك، وبالولايات الأخرى أكيد من كل من يسر وبقسنطينة وبوهران، كله يعني برنامج ثري جدا لأفلام لأحدث الأفلام العالمية وبجودة عالية بامتياز. هكذاك يعني على حسب أذواق الجمهور أكيد أنهم يقدروا يكونوا حاضرين معنا. يعطيك الصحة ربيعة على الحضور تاعك اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى التوفيق أيضا للديوان الوطني للثقافة والإعلام. شكرا الأخ يوسف على الاستضافة في هذا الصبيحة، وهكذاك نقولوا ثاني لجمهورنا يعني بداية من اليوم مسرح الكازيف راح يفتح أبوابه وكونوا في الموعد. يعطيك الصحة، كل التوفيق ربيعة. أبواب التلفزيون الجزائري وبرنامج صباح الخير الجزائر تبقى أيضا مفتوحة دائما للحديث عن مختلف مواعيد الديوان الوطني للثقافة والإعلام.